الشيء لازم نعلموه هو كل سنة تكون حركة قريب يعني كل سنة حركة لكون نبقاو مع الناس اللي قدام في الولايات باقيين هما أبدا هذه الإطارات مش فرصة دورك مع عددهم إلا في شلف وفي ولاية أخرى وسد الأمن العامون وسد إطارات في قطاع وآخر إذا وحدك يوصل باش يكون والي لأن إحنا الإطار مش معنى كيف خلاص انتهت المهمة تاعه كوالي ولكن يبقى إطار يحتاجه الجمهورية يبقى في خزانها أنا ناس كما هو الحمد لله نستند معهم كلهم قبلين هو راهو إطار تاع الدولة قال تعيطوا لي راني مستعد وقت نفكر في هذا لأن هذو كاملين هنا مش ما يعني سبب آخر نهار لن تكون هذه الحركة هذه ويكون بعض من التغيير الذي يتناسب مع بعض من المقتضيات بعض من المتطلبات احنا نعترف بالعمل اللي قام به سي مولاتي ويخرج الرأس مرفوع والخير يعني من اللي يقيموا العمل هو المواطنين مش السلطات على المستوى المركزي عندنا رأي نقولوه ولكن اليوم الحمد لله رأي المجتمع منظم وأكثر من هذا اليوم فيه المجلس على الشباب عنده رأيه هذا كان المرصد الوطني الشباب يلاحظ وعنده رأيه الحركة الجمعوية كلها طلعت برأيها ربما البعض من الناس كذلك ذوي يعني الرأي والمؤثرين في المجتمع عندهم آرائهم المهم الإطار يكون مقتنع بما يقوم به وبما أنجزه الإطارات اللي كانوا كما مثلا سي إبراهيم قمير هو بعض من زملائي على مستوى الجنوب الكبير كانوا خدموا في ظروف جد صعبة الولاية تالي خلقوها من العدم وفي ظرف وجيز لماذا؟ لأن السلطات قررت أن في سنة 2023 هذه الولاية المنتدبة لابد أن ترجع ولايات كاملة الصلاحيات كل العمل في إطار الحوكمة يمشي نحو تقريب المراكز القرار من المواطن وتحسين أوضاع المواطنين حيثما تواجدوا رد الاعتبار كما سبق السيد والإنقاذ إلى المواطن إلى تحسين الوسط الذي يعيش فيه إلى تحسين أوضاعه وفي عمل جبار ونتعرفوا البرنامج الحافل نتاع مناطق الضغط وسبق لي أن زرت هذه المنطقة التي رغم ثرائها ما زال تعاني على مستوى قراها ومداشرها أيها سيداتي وسادة لا يخفى على أحد أن ولاية شلف المجاهدة تزخر بمقومات هامة تؤهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا خلاقا للثروة وبذلك أعود وبذلك توصي الوالي سي إبراهيم ميرد إلى جانب إطارة الولاية بضرورة العمل دونها وهذا من أجل تثمين هذه المقومات الفلاحية السياحية والصناعية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ورفع جميع العراقيل التي تعترضه إضافة إلى تعزيز مختلف الإنجازات المحققة إلا بتضافر جهود الوالي وحده مهما كانت قدراته وكما المواطن ما يلتفش له لازم كل لازم يخدموا معاه حتى يحققوا واش لازم يحققوا يتعلق بتشخيص المشاكل والعوائق التي ممكن تواجه السيرورة العادية والحسنة لإنجاز شيء وآخر لازم يفكر في خطة يرسم استراتيجية واضحة المعاد ويقدمها بطريقة مقنعة لكل مواطنيه في إطار هذه العلاقات التي لا بد أن تسود يعني المسؤولين على جميع المستويات والمواطنين لازم قوة الإقناع حتى يعرف كيف يتقاسم إذن هذه الخطة التي رسمها بعد إذن مهلتين يعني سريعة لازم يخرج للميدان لازم يسمع لازم يفتح الأبواب حتى كل واحد منهم يقول هذه الخطة تاعي يقتنع باللي أي الخطة تاعه الكل سيعمل معه أنا نتمنى منكم جميعا أن تقدموا له يد المساعدة وأن تتفقوا على كيفية تحديد أهداف المسالك والسبل لتجسيد إذن هذه الأهداف إذن السبل لتحقيق هذه الأهداف الناس كامل قال هذه الطريقة معروفة الكل يعمل في هذا الاتجاه كل ولاية هي إقليم وهي مواطنين يعيشون في هذا الإقليم لازم مواطنين نرجعهم ثاني كذلك هما عناصر لتجسيد إذن أهداف
تم تصديرها من قبل المسؤول الاول، يقول المسؤول الاول بمساعده الساده رؤساء الدوار الذين ينسقون بين عدد من البلديات في رقعة اداريه وفي اخرى، بين الساده رؤساء المجالس الشعبيه البلديات، مسؤولي الاقسام كلهم في الصلاحيات عموديا، وكل الناس اللي يدخلوا باش يجسدوا اذا هذه الاستراتيجيه. دون هذا ربما يدخل يخرج، ولكن ما حاجه ما باينه، قد ينجح وقد لا ينجح، وقد ينجح قليلا وقد يرسب. لازم نعرف كيف نعمل وماذا نعمل ومع من نعمل ولمن نعمل. شهادة أقولها أن السيد عطا الله مولاتي قام بدور جبار بالنسبة للجهة الاستثمار، رفع ما رفع من عراقيل على مستوى معمل وآخر، كان درج في السياسة التي أقرر السيد رئيس الجمهورية، يعني حتى خارج إطار نوع ما القانوني بتعليماته. والحمد لله القانون الاستثمار راهو في حلقة أخيرة، عن قريب سيخرج عنه هذا مجلس الأمة عن قريب. إذا هذه الآلاف تاع المشاريع اللي راهي في وشك الناس ينتظروا هذه القوانين الجديدة والأنظمة الجديدة ستنطلق، ستكون وراء حيوية وراء ديناميكية خلاقة للثروة وخلاقة لفرص العمل، وكل معمل إلا وراءه ثروة وراءه فرص عمل الكل يستفيد منه. سنعرف لا محالة حركية جد مهمة على مستوى القطر الوطني ككل. إذا بإن نجاح العمل يبقى مرهون بالجهود المنتظرة منكم أنتم السادة الإطارات المحلية من خلال العمل في إطار منسق ومتكامل وضمن مقاربة تشاركية واقتصادية فعالة ومدروسة بإشراك مختلف الفاعلين المحليين وتنمية الحس المدني لدى المواطنين بتواجدكم في الميدان بالعمل الهادف الفعال. المواطن ما كانش ما أحسن من مراقب كما المواطن، هو الذي يعرف. إذا لو كان يشوف باللي فيه نية حسنة وحب الناس يخدموا ورام يتعبوا ورام هنا وهناك يمشيوا معك من خلالكم. احنا ندرج المواطن في هذه الاستراتيجية وهذه التركيبة. هذه قد سخر الدولة ميزانيات ضخمة عن طريق مختلف آليات التمويل العمومي لتحريك عجلة التنمية بصفة متسارعة، قصد تجهيز كل المرافق العمومية الضرورية وتقديم أحسن الخدمات لصالح المواطنين. كما أن شبابنا الجامعي يمتاز بتكوين عالي يعتبر عاملا محوريا في التنمية المحلية. هؤلاء الشباب لازم نعرفوا نرافقوهم، نعرفوا نشجعوهم، نعرفوا كيف نخليهم يتكفلوا بأنفسهم لأنفسهم. الشاب اليوم طالب يدخل الجامعة مش كما كان الفكر تفكير من قبل، باش من بعد يشوف كما كان منصب مالي مفتوح هنا وهناك كما يظفر بمنصب. المعادلة تغير. اليوم الشاب يدخل الجامعة باش يتسلح كيف يواجه الحياة العملية. وكم هما الشباب في إطار ما سموه بالستارت اب اليوم اللي متخرجين في الجامعة راهم يقراوا راهم شكلوا الستارت اب. الجامعة اليوم راهي منفتحة على محيطها وراهي تقوم بدور فعال. السيد وزير التعليم العالي بفتح هذه الجامعات حول محيطها وجعل الطالب يشكل ويكون شركته في الحرم الجامعي قبل ما يخرج. ربما راه بدا ديجا ينتج وبدا بالنسبه للميكرو انتربريز وبالنسبه للستارت اب. الجامعه عكس ما كانت عليه اليوم راه في حتى تنافسيه في اكثر من 100 جامعه باش تشوف ومن التقييم تاع هذيك المسؤولين على مستوى الجامعه ما قاموا به في هذا الشان. تاثير الفئه الشبانيه والخيار بتوجيههم احسن توجيه حتى لا يعتمدوا عند تخرجهم على المناصب الماليه. راه كل عام قريب 250,000 اللي يتخرجوا. قادرين احنا باش نجيبوا 250,000 الميزانيه تاع الدوله؟ منصب غير ممكن. اذا هؤلاء لازم ان شاء الله التوجه يكون غير ما كان عليه من قبل ويقوموا بالدور تاعهم، والحمد لله راهم ناجحين الى مستوى بعيد. التصنيف تاع الجامعات
في جامعة صغيرة عارف أنا، كانت الجامعة صغيرة منذ سنوات، اليوم راهي جامعة يتم عن كلمة وعرفت كيف تصنف كيف تدرج اسمها في إطار يعني الجامعات على المستوى العالمي بالعمل التي تقوم به من ناحية الفكر ومن ناحية المواكبة أنت التنمية على المستوى العالمي. تسجيل التزامات السيد رئيس الجمهورية وراء اهتمام كل نشاطات الدولة خاصة فيما يتعلق بترقية المرفق العام ورقمنته وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال التعليمات الصادرة التي أصدرها خلال مجلس الوزراء الذي انعقد قبل يومين والمتعلقة بالدخول الاجتماعي. هذا الأمر الذي سيمهد الطريق نحو تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية. اليوم رانا في الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي على أيام معدودة عن قريب. لا بد أن نحضر لهذا الدخول المدرسي أساسا. إنما الدخول المدرسي لازم التلميذ يحس أن عند عودته من العطلة كان شيء ما تغير على مستوى مدرسته ومحيطها. كان التزام وتكفل بالأعمال التي كان لابد أن نقوم بها. ليست الإدارات والمجالس الشعبية البلديات فحسب، إنما كل المجتمع. إن شاء الله نوصل هذه العملية تحضيرا للدخول المدرسي. السيد رئيس الجمهورية أثناء مجلس الوزراء الذي انعقد منذ يومين أصدر تعليمات عدة تدخل كلها في التحضير الحسن للدخول الاجتماعي، حيث سيتم وضع حيز الخدمة العديد من المنشآت التربوية مما يجعل الولاية على أهوة الاستعداد لاستقبال بناتنا وابنائنا التلاميذ وضمان دخول مدرسي ناجح. الاكتظاظ في بعض الولايات كاين، ولكن احنا الاكتظاظ ما يمنعناش باش نوجدوا الحلول البديلة. ما نجموش نخليو الأبناء تاعنا خارج الإطار هذا. أنا لازم نفكروا في حلول بديلة. أنا نشوف أنا يعني حيث جبنا القطر الوطني هذا كانت مثلا في مستوى الجامعة، جامعة فيها منشآت كبيرة مش تستغل يعني أحسن استغلال، تستغل جزئية. طلب الملح للجامعة لاستقبال طلباتنا كانوا داو بعض المنشآت تخلت عنها وزارة التربية كيما لي زونسيان تي او كيما لي زانترنا عطاهم القطاع تاع التعليم العالي. كنت فكرت في هذا الشأن هذا كنت استرجع بعض من الأماكن اللي مثلا بالنسبة للثانويات لازم واحد يرجع مناونة مستقلة ويستغلها أحسن استغلال لفائدة طلباتنا لفائدة تلاميذنا على مستوى الثانويات. نفس الشيء بالنسبة للمراكز التكوين المهني لازم واحد يفكر، ولكن غير ممكن أبدا أن نترك أبنائنا دون أماكن تليق بمواصلة دراستهم في هذا الشأن هذا. وتعرفوا واش صرا في بلدين مجاور ونحن لسنا بمنأى عن كل هذا. لا قدر الله منوش تصيبنا ما أصاب البلد الشقيق هو كبير، ولكن لابد بصفة استباقية أن نقوم بتحضير بعض ما يمكننا أن يعني نبتعد عن هذه المخاطر. النيران العاتية التي تتعلى العشرات نقول مئات من المساحات هكتارات من المساحات غابية وسببت في سنتين الماضيتين في خسائر بشرية. ولكن العام هذا قمنا ببعض الإجراءات الحمد لله، مهما كانت ضخامة هذه الحرائق عرفنا كيف نواجهها. ولولا هذه الإجراءات الاستباقية لكانت الأوضاع تكون كارثية على مستوى بعض المناطق. قللنا من مخاطرها. هذا هو الشيء اللي لازم نقوموا به. نفس الشيء بالنسبة للسيلان يعني المياه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.